صحيح. إذا مرة تانية النهارده أتمنى إن هذا أتمنى نكون واقعيين وناخد الموضوع. طبعا ما فيش حد بيبقى مبسوط لما في حاجة تزيد عليه، بس إحنا النهارده بصدد يا نستمر يا ما نستمرش، يا نتوقف يا نكمل. محدش بيتعالج من اي مرض الا لما يقول الاول انه عنده مرض، ومفيش يعني اقدر من الوزير او اكثر تخصصا من الوزير انه يقول للراي العام الخط الاول كان هيقف، يعني ما عندناش اختيار تاني. وبالتالي يعني في ابعاد كبيره قوي ممكن كانت تتاخد لو ما كانش حد هيرحم الوزير، لو كمان 6 7 شهور كان الخط توقف. ف يا فندم انت حضرتك بتقول كان هيقف، انا ما زلت وانا بتكلم حضرتك انا خايف ان يقولوا لي الخط وقف. انا مش بهزار والله، الخط ده لو كان مكمل النهارده فهو مكمل بمجهود ناس محدش يتخيل بيعملوا ايه بصراحة. لا ما هو برضه فندم معلش انا هسال حضرتك تاني، هل هناك خطه مؤقته لضمان استمرار الخط طبعًا لحين طبعًا لحين طبعًا الوصول الى طبعًا المعدل التقني الجديد؟ احنا مهندسين في الاخر، فندم ما نسيبش الحاجه كده للظروف. لا طبعا. طيب.